قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة مساء اليوم لمجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد الخليفة ضمن الزيارات التي يحرص عليها سموه للمجالس في أيام شهر رمضان المبارك. قد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أهمية تعزيز المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين عبر استمرار وتيرة التحديث والتطوير وتحفيز أبناء الوطن لبذل الجهد والعمل وتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم حاضر ومستقبل قبل الوطن. وشدد سموه على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد التي تعزز من تماسك وترابط بين أبناء المجتمع، مؤكدا سموه أن المجتمع البحريني اتسم على مدى تاريخه بنسيجه القوي الذي لا يقبل الفرقة. وأثنى سموه على ما يشهده شهر رمضان المبارك من مظاهر للتواصل والتراحم بين أبناء المجتمع ترسيخا لما نشأ عليه من قيم وخصال حميدة، داعيا سموه إلى استثمار الأجواء الروحانية للشهر الفضيل في تقوية أواصر التقارب والمحبة بين الجميع بما يعزز روح الأسرة الواحدة لشعب البحرين. ودعا سموه إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصون مكتسبات المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من تحديات. وقد نوه سمو الشيخ إبراهيم بن حمد الخليفة بالحرص الذي يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع التواصل مع الجميع والإطمئنان على أحوالهم وزيارة مجالسهم. وقد نوه سمو الشيخ إبراهيم بن حمد الخليفة بالحرص الذي يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتواصل مع الجميع والإطمئنان على أحوالهم وزيارة مجالسهم، معربا عن تشرفه ورواد مجلسه بالزيارة الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.